إن العام 2018 سيكون بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجني ثمار برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي سينعكس إيجابا على مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها معدلات التضخم وتقلص العجز في الميزان التجاري وتحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي. فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.8% مقارنة مع 3.8% في العام 2017، مع تراجع معدلات التضخم إلى 20.9% بنهاية العام المالي الحالي 2017-2018، والناتج المحلي الإجمالي مقوما بالدولار يستهدف مستوى 265.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2017-2018، مقارنة مع 247.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، مع توقع أن يصل إلى 307.8 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018-2019، وأن يرتفع متوسط إيرادات القطاع السياحي خلال العام 2018 إلى 8.4 مليار دولار بفضل عودة السياحة الروسية التي ستزيد من إيرادات السياحة بنحو 2 إلى 2.5 مليار دولار، ومعدلات الفائدة مرشحة للانخفاض التدريجي خلال العام 2018 ما بين 300 إلى 400 نقطة، أي 3 إلى 4%، كما أن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي مع دخول حقول جديدة للعمل سيمنح قوة للاقتصاد المصري اعتبارا من العام 2018. نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل اللقاء، وبنتكلم على مستقبل السياحة في مصر، وخاصة ان احنا شايفين نشاط كبير جدا وكمان استثمارات ان شاء الله تزيد من معدلات السياحة في الاعوام القادمة. تفاصيل اكتر من خلال لقائنا مع دكتور حسام هزاع، خبير سياحي وعضو غرفة شركات السياحة. اهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. شرفت حضرتك، صباح الخير. شرف لينا يا فندم. دكتور حسام، يعني لو قلنا السياحة هنقول أهم ما يدعم الاقتصاد المصري في الفترة القادمة بإذن الله، وبنعول عليه كتير جدا السياحة في جلب الاستثمارات وكمان العملة الصعبة. لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم سياحة في مصر، أنواع السياحة اللي ممكن نتكلم عنها إيه ولا إيه ولا إيه؟ هو أنواع السياحة كتير الحقيقة، إحنا عندنا سياحة ثقافية، عندنا سياحة شاطئية، عندنا دلوقتي السياحة طبعا ترفيهية، عندنا كل أنواع السياحات، بس وفي سياحة دينية اللي هي الوافدة من بره إن شاء الله هتبتدي في شهر 4 بعد اعتماد مصر زي سياحة الكاثوليك، رحلة العائلة المقدسة. في المشروع الجديد اللي أعلن عنه في منطقة العالمين اللي هي المناطق الديزني زي شبيه بديزني لاند باستثمارات 3 مليار و300 مليون دولار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ومصر، هيبقى في منطقة كبيرة جدا على مساحة حوالي 5500 فدان تقريبا. ده هيؤدي إلى نوع من السياحة الترفيهية، السياحة يعني هيزود معدلات السياحة بشكل كبير جدا. في استثمارات أخرى تقوم بها دولة زي الإمارات على مساحة كبيرة 172 فدان مجموعة من الفنادق. في مصانع للتمور هتبقى في سيوة، دي كلها هتؤدي الى تنشيط نوع جديد من السياحه في منطقه الساحل على البحر الابيض المتوسط طبعا. واحنا عندنا فرصه ان هذا النوع من السياحه او اللي هي على البحر الابيض المتوسط بتبتدي من فصل الربيع اللي هو في مارس المفروض لغايه شهر 10، وبعد كده بيبقى عندنا السياحه الشتويه. نتمنى ان يكون الاكثار من بناء فنادق وليس قرى سياحيه او شاليهات، لان الشاليهات بتستخدم 3 شهور في السنة وتتقفل. احنا عايزين فنادق كتيرة جدا في المناطق دي، وبالذات في منطقة مطروح او محافظة مرسى مطروح ومنطقة العالمين،
عندنا انواع من السياحه الثقافيه، السياحه طبعا متحف العالمين والحرب العالميه الثالثه مونتجومري ورومل والمتاحف اللي هناك ومقابر الالمان ومقابر الفرنسيين الى اخره والايطاليين. عندنا سياحه السفاري هناك موجوده. عندنا لو مصانع التمور دي برضو ان السياح يبقى عندهم خلفيه عن انهم ينزلوا، وحتى اهل المدينه و عن زيارة مثل هذه المناطق، لأن دي كلها لازم نربط ما بين كل هذه الأنواع من السياحة. ممكن يبقى في ربط ما بين أسبوع سياحة في منطقة العالمين واسكندرية كنوع من السياحة الثقافية، المتحف اليوناني الروماني، عندنا المسرح، عندنا قلعة قايتباي، وأسبوع يبقى في المنطقة دي زي ما احنا بنعمل أسبوع الأقصر وأسوان وأسبوع الغردقة. فاحنا مصر عندها مقومات كتيره جدا، وعايز اقول انه يعني محافظه مرسى مطروح ومنطقه العالمين هتبقى محافظه محظوظه بكم الاستثمارات ده، وهتؤدي الى تطوير كبير، هتنشا جامعات، هتنشا معاهد للسياحه، هتنشا كل ده، مجتمعات عمرانيه جديده، مجتمعات هيشتغل، بيوت هتتفتح، فرص عمل كبيره، خدمات بلا يعني خدمات كبيره جدا هتقدم، لان بيصحب التطور في السياحه ويصحب الفنادق دي. زي ما احنا مثلا هنقول في الغردقه بيبقى في حاجه اسمها سيتي تور، كانت الغردقه طب ننزل بقى نشوف معالم المدينه، بتبقى ما هيحصل نفس التطوير نفس الحاجه طبعا. والتنميه، وهتبقى تنميه مستدامه بشكل معين في محافظه زي العالمين. او الحقيقه انا هاممني جدا في الموضوع ده موضوع مسار العائله المقدسه اللي هيشمل جزء كبير من الصعيد، يهمني جدا مدينه العالمين واللي هي برضو يعني مستغله بس 3 او 4 شهور في السنه. احنا بنبني بنيه اساسيه جديده، بنوفر خدمات للساده المواطنين المقيمين هناك، بننشئ مدارس، بننشئ جامعات زي ما حضرتك بتتكلم، بننمي المجتمع ككل، وبنقدم منتج سياحي جديد. انا نفسي بقى يا فندم انه يبقى في تنوع في المنشآت السياحية، بمعنى احنا تعودنا دايما انه الاوتيلات يا اما 5 نجوم يا اما يعني بانسيونات او يعني اوتيلات صغيرة ممكن الناس ما تحبش انها تقعد فيها. زي ما احنا بنتكلم على انه ده استثمار هيجذب سياح من الخارج باعداد كبيره جدا ان شاء الله، لانه السياحه الترفيهيه مطلوبه جدا على مستوى العالم، والسياحه الدينيه نفس الحكايه يعني طب. بتشمل عدد كبير، بس في كمان مواطنين في الخارج او يعني ناس مش مقدرتها انها تبقى تتكلف رحله انها تقيم في فنادق 5 نجوم او 7 نجوم او يتقدم لها مثلا منتج غالي. احنا عايزين نشمل كل الفئات اللي ممكن تيجي من بره بحيث ان احنا نقدر يبقى عندنا اقبال اكبر. هو ده موجود، بس عايز اقول حضرتك حاجه، ممكن بس يكون الناس اصحاب الشاليهات او الفنادق، بلاش الشاليهات اللي موجوده في الساحل الشمالي، يكون عندها استعداد انها تسلم الشاليه خلال فتره معينه لشركه تسويق. طب ما دي برضه فكره هايله، بحيث ان هي ما هو دي بتعتمد، في ناس تقول لك لا او في ناس تقول مع نعرف. بس كمان القرى اللي موجوده على امتداد الساحل الشمالي تقدر تغني تسويق عالمي، بس تكون متخصصه وعالميه مجلوبه من الخارج، نكتسب منها الخبرات في انها تقوم بتسويق هذه الوحدات لمصريين غير قادرين على الاقامه في الفنادق بنفس النظام الفندقي، وليها نظامها الضريبي وليها كل شيء، ولكن تقوم بتأجير. اللي بيقوم بالوضع ده بعض اصحاب الشاليهات نفسهم بنفسهم للمصريين اللي في الداخل مش طوال السنه، واخد بال حضرتك؟ فلازم يبقى ده حل للمشكله دي للي مش هيقدر يقيم في فنادق كبيره، ويكون يعني يبقى زي الاسبان، او في ناس بتبقى يعني طبعا مش هيناسب مجتمعنا ان هو يسيب بيته ويمشي ويروح ياجر بيت تاني ويسافر في خلال فتره كذا، ولكن احنا بنتكلم بس على الجزئيه بتاعه الساحل الشمالي والقرى السياحيه والشاليهات اللي موجوده فيه. فهو ده الحل، ان شركات تسويق عالمي تقوم بتسويق هذه الوحدات الخاصه بالنسبه للسياح، وده هيزود من معدل السياحه جدا، بالاضافه طبعا للسياحه الدينيه وهنتكلم فيها ورحله العائله المقدسه، لان دي هتزود ما يقرب ممكن يجي لنا مثلا خلال العام القادم 2-3 من 2 ل 2.5 مليون خلينا متخصصين في السياحه الدينيه اللي هي السياحه اللي اعتمدها بابا الفاتيكان، لسه بقى الاستشفائيه والرياضيه والحاجات الثانيه دي اللي اتكلمناش فيها، السياحه الثقافيه والسياحه الشاطئيه ده كله مختلف. احنا السنه اللي فاتت في 2017 وصل مصر ما يقرب من 8.3 مليون سايح ما شاء الله، ده رقم كويس.
كويس مقارنة بقبل كده، لكن طبعا مش مقارنة ب 2010 14 مليون. لا ما احنا برضه مش هنقدر نرجع نقيس ب 2010 لانه مر 10 سنين. لا وغير كده انت حضرتك في ظروف مختلفة تماما. تمام. حضرتك بتحارب من كل حتة الدنيا واوعى تروح، وبعد القنوات وبعد الصحف يعني كانوا بيقولوا اوعى تروح. المعيار بتاعي يا فندم السنة اللي قبلها 2016 2017 لا هو مقارنة ب 2016 الطفرة كبيرة. لا لا الطفرة كبيرة، ودخل 7.5 مليار دولار من 8 مليون و 300 مليون سائح، فده رقم كبير. دخل لنا حوالي مليون سائح ألماني، يليه في المستوى الثاني دخل حوالي 800 ألف سائح أوكراني، وبعدين تيجي بقى في بعد كده 225 ألف سائح إيطالي، فده كويس. في معرض دلوقتي حلو جدا في إيطاليا من المعارض كبيرة اللي بتشارك فيها مصر بقوة، وشركات السياحة وشركات الفنادق والفنادق البي اي تي في ميلانو، ده بورصة كبيرة جدا للسياحة ومهم. في عندنا بعد كده الاي تي بي في مارس ان شاء الله بالنسبة لألمانيا، ده معرض بورصة كبيرة. فاحنا في حركة سياحية كبيرة جدا وفي عملية تسويق، بس زي ما حضراتكم بتقول في ناس برضو من بره مش سايبانا في حالنا، فلازم نفضل نحارب في كل الاتجاهات من اجل ان احنا نحصل دايما على هذا العدد والكم من السياحة. ولكن هي السياحة في التقدم، سواء بقى سياحة ترفيهية او سياحة ثقافية او اي نوع من الانواع. طيب لو عملنا، معلش انا اسف حاتم لقطع كلامك، لو عملنا انه نعمل زي توقع ل 2018 2019 مع اكتمال الاستثمارات اللي هتكون في منطقة العالمين ومسار العائلة المقدسة على مدار السنين القادمة، متوقع انه مصر يدخل لها ان شاء الله عدد كام من السياح؟ والله هقول حاجة بس احنا نبتدي طبعا بعد ايه، يعني هو الفترة اللي جاية دي لغاية قبل كاس العالم. كاس العالم طبعا كل الانظار هتتجه الى روسيا، فهيبقى قليل قوي. نبتدي نتكلم مثلا من السيزون 2018 2019، لو احنا وصلنا السنة دي ل 8.5 مليون سائح، فممكن نقدر نوصل الفترة القادمة لو استمرت الامور وما فيش حاجة في منطقة الشرق الاوسط، يعني نقدر نوصل مثلا ل 12 13 مليون سائح زيادة، نتيجة بقى للسياحة الدينية، السياحة الثقافية، السياحة الترفيهية، السياحة الاستشفائية، كل أنواع السياحات. بس يتطلب بقى توفير كافة الخدمات في كافة المناطق السياحية بشكل معين. الحس أنا عايز أقول الأمان، مش الأمان اللي هو الأمان إن شاء الله موجود، لا أنا قصدي في المناطق السياحية زي مناطق الأهرامات وغيره، عدم الاحتكاك بالسياح من قبل الباعة الجائلين. يكون مش معنى كده ان الباعة الجائلين ما يكونوش موجودين، لا بالعكس يكونوا موجودين بس في اماكنهم. اسلوب التعامل معهم، اسلوب التعامل بقى يعني لازم يكون ما فيش احتكاك ينفر السائح من وجوده او يده، ولا حد يكتب احمد بيحب منى ولا مسعده ومسعد على على اثر يعني او كده، او يعني حد يروح، او في ناس بتدخل بقى يعني ايه بتبيع حاجات، يعني كان في صوره بس مش بلاش نتكلم فيها، يعني لازم يبقى في كنترول جامد. اي بس ما هو في مشروع دلوقتي يا فندم لتطوير منطقه الاهرامات وتخصيص اماكن للبازارات، يعني اللي ممكن من خلالها تتباع الحاجات دي. لا البازارات اوكي ما فيش مشكله، انا او يعني بوت هو يبقى موجود في مكانه، يعني في الاقصر واسوان مثلا في ممر كده لازم يخرج السائح ويدخل من خلاله، ده كويس جدا. انا بتكلم على الناس اللي بتتسرب، يمكن عشان المنطقه هنا كبيره جدا وبتدخل من اماكن مختلفه وبتدخل تواجه السائح في منطقه، يعني مثلا السائح بيبقى نازل يتفرج على الهرم، عايز طب هصورك، طب مش عارف ايه، طب ايه، وبعدين بيبتدي النوع ده من فدي غير الخدمات طبعا، احنا بنقول التويلتس والحاجات دي، المساحات الباركات الكبيره جدا. يعني عايز اقول لحضرتك في السياحه الدينيه اكيد هي المنطقه اعتمدت ست مناطق داخل القاهره، وجزء ممكن يكون شويه في الصعيد، بس احنا بنتكلم على تامين، اوكي ان شاء الله التامين موجود، بنتكلم على نقطه المساحات الشاسعه اللي هتقف فيها الاوتوبيسات والجروبات السياحيه دي. عايزين الخدمات، في ناس كبار السن جدا لازم يبقى التويلتس دي متوفره بشكل، ده اهم حاجه لازم يعني يكون موجود، يعني لازم النقطه حتى في مصر كلها دلوقتي الموضوع ده مهم جدا نتيجه للكثافه السكانيه. انت بتتعامل مع سائح جاي للسياحه الدينيه، اكيد هيكون كبير مش هيكون شاب صغير، ما يقدرش يتحمل انه يعمل مسافات عشان يروح الحمام، مسافات طويله ان هو يتنقل بين، لا فلازم توفير كافه تسهل له الدنيا عشان خاطر يجي ينبسط ويرجع يحكي بس يجي تاني. ودي سياحه بقى، ده دي سياحه دينيه، السياحه الدينيه دي بتبقى ليها يعني عايز اقول دي لو احنا صنفناها
مش حاجة خدمية قد ما هي أساسية كعقيدة إن هو هيجيها باستمرار. أي. زي ما إحنا مثلا كمسلمين بنطلع نحج في مكة لما بتجيلنا الفرصة أو عمرة، فدي عقيدة بالنسبة له، فلازم يعني مش هتتوقف، يعني لو ابتدت إن شاء الله مستمرة بشكل معين وهتجذب عدد كبير جدا غير متوسطات الإنفاق، لأن متوسط الإنفاق زاد بقى من 80 ل 90 دولار بالنسبة للسياح إن جنرال. في السياحة الآسيوية طبعا متوسط الإنفاق عالي، بالنسبة للسياح الصيني الهندي لا مش متوسط انفاقه عالي، بس ده نوعيه من السياحات الجديده اللي دخلت مصر الفتره الماضيه بشكل كبير يعني. طب انا عايز اسال حضرتك، غرفه شركات السياحه بتخدم السياحه ازاي؟ يعني ايه الدور اللي بتقوم فيه في منظومه السياحه وجذب السياح لمصر؟ غرفه شركات السياحه دي اللي يعني عايز اقول الامبريلا او الشمسيه اللي هي بتحمي شركات السياحه وبتدافع عن مصالح شركات السياحه تماما، وفي نفس الوقت هي الغرفة التي تسهل لشركات السياحة كل السبل في المعارض الخارجية انها توفر لها. مثلا يعني اقول حاجة مثلا كنا نيجي نطلع مؤتمر او معرض السياحة في برلين الاي تي بي كان زمان ب 2500 يورو الستاند عشان تاخده، غرفة شركات السياحة دعمت هذا الموضوع السنة دي وخلته 1350 يورو بالنسبة لشركة السياحة، فبتوفر لك بتحجز لك الاماكن في المعارض الدوليه ده على سبيل المثال، بحيث ان انت تقدر من خلال هذه المعارض تسوق لمصر ولشركتك وتقابل الوكلاء بتوعك. غرفه شركات السياحه واتحاد غرف شركات السياحه الدورات التدريبيه للعاملين في قطاع السياحه باجور او بحاجات رمزيه، التدريبات بقى سواء تسويق او سيلز او بروتوكول او اتيكيت او كل دي او سياحه دينيه، كل ده بتقوم بيه غرفة شركات السياحة واتحاد غرف شركات السياحة. تسهيل وتذليل العقبات التي تواجه الشركات مع بعض الجهات الحكومية بيبقى فيه، بس في اتحاد غرف شركات السياحة هو اللي بيبقى منظم للغرف كلها مع الوزارات والهيئات من خلال القوانين والتشريعات. المقترحات اللي بيقوم بها الشركات السياحة لغرفة شركات السياحة من حلول، ودورها غرفة شركات السياحة بتقوم بتنظيم هذه الحلول في شكل معين وعرضها على الوزارات من خلال أعضاء المجالس المسيرة حاليا، لأن ما فيش عندنا انتخابات بقالها فترة، ولكن كلهم قامات من قامات السياحة الموجودين حاليا في تسديد هذه العقبات. فغرفة شركات السياحة هتلاقيها دايما متواجدة في كل المعارض الدولية، بورصة ميلانو دلوقتي للسياحة، بورصة برلين الأنتيكي إلى آخره، فبتبقى متواجدة ودايما هي السند للشركات في حلول المشاكل والدعاية لمصر والتنسيق مع وزارة السياحة بإذن الله. الحقيقة دكتور حسام يعني الوقت كلام حقيقي جميل، وكلام عن السياحة بالذات جميل لأنه بيدينا جرعة أمل فظيعة، لأن ربنا حبانا بحاجات كتير جدا يعني ما شاء الله. لكن يعني معلش الوقت بيجري بسرعه، فاحنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، شرفتنا، واكيد هيبقى لنا لقاءات ثانيه نتكلم فيها اكتر باذن الله. كان في حاجات كتير ان شاء الله باذن الله. الله يخليك، شكرا لحضرتك. شكرا. واحنا مازال عندنا فقرتين والنهارده هنختم بدري لانه عندنا انتقال لاذاعه خارجيه، فهنطلع لفاصل ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر.